قال وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات دكتور أنور جرجاش إنه لا يمكن استيعاب توجه قطر لمنع مواطنيها من الحج، وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر أن ما فعلته قطر يعد استمرارا لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة. وتساءل جرجاش عن أسباب تسييس الحج من قبل النظام القطري.